السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ الفاضل. الله يبارك فيكم. ولو أتممت السلام كما سلمت عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكان خيرا لك في دينك، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فما رضتيها ولا حييت بأحسن منها. قلت لك لا اعتذر لنا، بس من باب التعليم وفقك الله. تمام يا شيخ. معلش انا عايزه اسال سؤال دلوقتي. انا بقالي شهر ما بكلمش زوجي ولا هو بيكلمني. ليه كده بس؟ في يعني هو في حضرة مشكله، وهو شتمني واهاني جامد يعني، فانا سكت وايه، وهو ما بيكلمنيش بقاله شهر كامل ولا انا بصراحه. وكمان يعني هو مسافر وعمل لي بلوك، عشان يعني ما فيش يبقى في وسيله تواصل خالص. عمل لك بلوك؟ ايوه. حتى علي اسم انا دلوقتي، ولو خرجت من غير ما نقول له برضو علي ذنب؟ لا تخرج للضروره. يعني لو رايحه يعني اقضي طلبات بيت، اودي عيالي حته، رايحه مشوار بعيد شويه، فعلي ذنب؟ لا بس ما تخرجيش لحد تغضب ربنا. لا 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 خلاص، ما في علي، ليس عليك. ما نعرفش اصل المشكله يعني. هل انت سببتيه يعني لما اهانك؟ هل انت يعني اهانك؟ كانت مناقشه عاديه، ف يعني هو تعصب عليا فمش شاتمني كده على طول بدون اي سبب. لا عليك، على كلامك ليس عليك اثم، هو الغلطان، وعمل بلوك ايضا غلط. خلاص شكرا. شكرا شيخ، الله يبارك فيك.